اليوم أهل صوران وأهل القرى المحيطة فيها خرجوا مظاهرة للمطالبة بإسقاط المجلس المحلي بعد ما ظهر من الفساد والمحسوبيات وكل أنواع الفساد ظهرت في المجلس المحلي وفي المكاتب تبعه. نحن بنطالب بإسقاط المجلس المحلي وإحالات للتحقيق. نحن طلعنا من 8 سنوات ضد الفساد وضد الظلم، فوجئنا بعد 8 سنوات من الثورة وإذ وقعنا في مظالم أسوأ وأكثر. 8 سنوات ونحن عم نناضل ومنجاهد، رجعنا على نفس الموال بل أسوأ. بعد عدة مبادرات مع المجلس المحلي لتغيير سلوكه ومنهجه واتجاه التعامل مع الشارع، ولكن أبى. هذا الشيء خلانا نضطر اليوم ننزل للشارع. احنا هي صارت ثالث مظاهرة، لأن مطلبنا الأول والأخير هو إسقاط المجلس وإحالته إلى التحقيق لما رأيناه من الفساد المستشري في صفوف مكاتب المجلس. مطالبنا مطالب حق. المجلس المحلي فاسد، ما في خدمات، ما قدموا شيء، صار لهم 4 سنين مستلمين البضيعة كلياتها، والريف ما قدموا شيء ابدا وما في خدمات لصوران ولا لغيره ابدا. نطلب من اخواننا الحكومة التركية بإقالته ومحاسبته. من اين لك هذا؟ لان الزلمي يعني طغى في صوران مو شوي كثير، وما سئل عن حدا ابدا، وصل العالم 2 سنين عم بتعاني منه، وخدمات سيئة وطرقات سيئة، منطقة كلها سيئة للغاية. ونحن نطالب الجهات المعنية من تركيا والجيش الحر والجيش الوطني والشرطة الحرة في مساعدة المدنيين على إسقاط هذا النظام الفاسد، هو المجلس المحلي وأعوانه.